بسم الله. أبنائي وبناتي طلاب صف ثالث منهج وزاري، أهلا وسهلا بكم مع مستر عبد الغني السوهاجي في شرح وحل تدريبات يونت 2 على بركة الله. جود نيبرز، جيران طيبون. ليسن 1، read and listen، اقرأ واستمع. 1 or 2، write the plural of each word، اكتب الجمع لكل كلمة. language tip، نصيحة لغوية. remember، تذكر. عند الجمع يا أولاد بنضيف اس الجمع عادي للأسماء، وإذا انتهى الاسم بحرف واي بنحذف الواي وبنضيف اي اي اس، الا اذا ايه؟ ان كان قبل الواي حرف فاول، حرف متحرك. شايفين يا اولاد؟ نبدا. كار جمع عادي، كارز اس عاديه. رود طريق، رودز. كانتري كانتريز. شايفين يا اولاد الواي اللي حصل؟ بقت اي اي اس. بوي الواي فضلت زي ما هي، مثل ما هي، علشان قبلها حرف متحرك الاو. هاوس جمع عادي، هاوزز. سيتي اهي يا اولاد حرف الواي، مفيش حرف متحرك. سيتيز. تاون تاونز عادي. تري تريز. نمبر 2، سيتي اور فيليج، مدينة أو قرية. رايت ذا وورد ان ذا كوريكت ليست، اكتب الكلمات في القائمة الصحيحة. عندنا وورد بوكس، فارم، لاود مزرعة، لاود صوت عالي، ترافيك مرور، كوايت هادئ، ابارتمنت شقة، تراكتور جرار زراعي. in a city في المدينة، loud traffic apartment. in a village في القرية، farm quiet tractor. listen to، think about it، فكر فيها. yes or no، نعم أم لا. read the sentences، اقرأ الجمل. Look at the picture، انظر إلى الصورة. عملت لكم ألوان يا أولاد. Write yes، اكتب نعم. If the sentence is true، إذا كانت الجملة حقيقية. Write no، اكتب لا. If the sentence is not true، إذا كانت الجملة ليست حقيقية. عمران lives in house number 12، no. نروح نمبر 12 يا اولاد، مفيش عمران هنا. عمران is helping his neighbor، عمران يساعد جاره. yes. there is one tree in the park، يوجد شجرة واحدة في البارك. no. a nurse is helping an old woman، ممرضة تساعد امرأة عجوز. yes. Two people are crossing the street، اثنان من الناس يعبرون الشارع. yes. The driver is at house number 8، السائق أمام منزل رقم 8. yes. عمران's sister is riding a bicycle، أخت عمران تركب عجلة. no. Two men are sitting on a bench، رجلين يجلسان على مقعد طويل. no. who lives listen 3 find out more، اكتشف اكثر. who lives there، من يعيش هناك. read and draw lines then complete the sentences، ثم اكمل الجمل. hello my name is دلال، my neighborhood is very quiet. I live in a village.
I think it is a beautiful place. Neighborhood يا أولاد اللي هي المنطقة السكنية، الجيران نفسهم، الحي اللي أنا عايش فيه. Number two. Hi. I am Aliyah. I like my neighborhood. There are shops and a very good park. I live in a nice town. Town مدينة صغيرة. City مدينة كبيرة. It is fun here. Number three. Hello. I am fine. My neighborhood is busy. There are lots of tall buildings. It is an exciting place. I live in a big city. City يا أولاد مدينة كبيرة. Write three sentences about your neighborhood. اكتب ثلاث جمل عن الحي السكني. My neighborhood is very clean. نظيف جدا. There are يوجد a lot of shops and cars in it. يوجد الكثير من المحلات والسيارات فيه. The people of my neighborhood. سكان my neighborhood. الناس في my neighborhood are kind. طيبين. And friendly. ودودين. I can name people and things in my neighborhood. أستطيع أن أسمي الناس والأشياء في الحي السكني الذي أسكن فيه. Yes. Lesson 4. New words. كلمات جديدة. جميلة's family tree. شجرة عائلة جميلة. Look at جميلة's family tree. انظر إلى شجرة عائلة جميلة. Write the missing word. اكتب الكلمات المفقودة from the word box. تعالوا نروح Word book صندوق الكلمات Grandma Grandpa Cousins Mom Dad Uncle Aunt أو يا أولاد Grandpa Grandma Uncle Aunt Dad Mom Cousins جميلة Challenge التحدي How many cousins have you got? كم عدد أبناء العم؟ Two. How many of your cousins are older than you? كم عدد أبناء العم أكبر مني؟ One. How many of your cousins are younger than you? كم عدد أبناء العم أصغر مني؟ One. I can talk about my family. أستطيع التحدث عن أسرتي، عن عائلتي. Yes. Lesson 5. New word. The car race. سباق السيارات. Race. شايفين السي يا أولاد لما يجي بعدها حرف الإي أو الآي أو الوي أنطاها سين. أي حرف تاني بنطاها كا. تاني السي لو يجي بعدها حرف الإي أو الآي أو الواي. هم دول يا أولادي الثلاث حالات اللي أنا هنطقهم سين بس. هم الثلاث حالات اللي هنطقهم سين. يكون بعدها حرف الآي، حرف الإي، حرف الواي بس يا أولاد. هم دول اللي يخلوني أنطقها سين. أي حرف تاني تبقى كاف، ولو جت في آخر الكلمة يبقى كاف. هم دول يا أولادي الثلاثة اللي يخلوني أنطق السين سين. انطها اس ريس. شايفين يا اولاد هنا سي كار وهنا ريس. هنا بعدها ايه؟ بصوا كده الاي مش من الثلاثه دول، الاي من الثلاثه دول. انطها سين هنا يا اولاد.
follow the lines write the word اتبع الخطوط واكتب الكلمات. شايفين يا اولاد الدنيا عامله ازاي؟ الترتيب third الثالث first الاول fifth الخامس second الثاني fourth الرابع. Who is first؟ من الأول؟ Five children خمس أطفال. Have finished a spelling test أنو اختبار التهجي. There were 15 words كان يوجد 15 كلمة in the test. Look at the information and complete the sentences انظر إلى المعلومات وأكمل الجمل. Use the word from activity one استخدم الكلمات من النشاط رقم واحد. The fourth child's name is Mona الطفل الرابع اسمها منى. Samira has 15 marks she is first هي الأولى. Well done Samira أحسنتي سميرة. 12 is a good mark. حمدة is third. حمدة هي الثالثة. 14 is a very good mark. إيشا is second. هي الثانية. موزة is last today. موزة الأخيرة اليوم. She is fifth. هي الخامسة. أهم يا أولاد الترتيب. سميرة 15 إيشا 14 حمدة 12 مونا 9 موزة الأخيرة 8. Lesson 6 My learning Say and write the plural the plurals قل واكتب الجمع. One town مدينة واحدة. Two towns مدينتين. One child مش في جمع شاذ يا أولاد لا يقبل إضافة S. One child إيه الجمع بتاع child؟ child طفل. Two children One apartment شقة واحدة. Two apartments شقتين. One man man يا أولاد من الكلمات اللي احنا مش هنضيف لها S تعتبر اسم شاذ. وتشايلد اسم شاذ يبقى ليه جمع شاذ. تو من الاي بقت اي رجلين. وان سيتي رجعنا تاني لحرف الواي يسبقه حرف ساكن. تو سيتيز مدينتين. وان فيليج قريه واحده. تو فيليجز قريتين. وان نيبر جار واحد. تو نيبرز شايفين يا اولاد الجيت سايلنت. Two neighbors جارين. I can say أستطيع أن أقول where I live أين أعيش. Yes I can talk about my family أستطيع التحدث عن أسرتي أو عائلتي. Yes نعم sometimes أحيانا not yet ليس بعد. وبكده يا أولاد نكون أنهينا ست دروس من unit 2 إن شاء الله. لو أول مرة تزوروا قناتي اعملوا سبسكرايب وفعلوا الجرس عشان يجيلكم إشعارات بباقي الفيديوهات. شير لينك الفيديو في جروباتكم كلمتين حلوين يا أولاد عشان الناس تشجعنا نكمل منهج صف ثالث لأن المنهج خاص بدولة الإمارات فقط. شكرا وإلى اللقاء في فيديوهات أخرى.